هذه الأداة صممت لتقوم بعملية تسمى القصارة، وهي وضع طبقة من الأسمنت على الحائط، وذلك بعد عملية البناء، وذلك حتى تقوم بإزالة التشوهات وتصحيح الحائط مكان البناء. لنتابع كيف تعمل هذه الآلة وتساعد كثيرا في هذا العمل. هذه الحفارة القوية يمكنكم أن تتابعوا كيف تلتف حتى تقوم بعمل ثقب في الأرض، ويتم به تركيب مجارير خاصة أو قنوات للصرف الصحي. كما ترون أمامكم هذه العربة والتي تقوم بحمل هذه القطع أو هذه المواد للبناء، ويستطيع العامل التحرك بها بكل سهولة ويسر، وبالطبع نقل الكثير من الأغراض كالحصى والإسمنت ونقل العديد والعديد من الأشياء التي يحتاجها البناء. إنه ابتكار صغير ومفيد للغاية. هنا لتسوية هذا الجدول تابعوا كيف يتم إنزال الإسمنت، وبعد ذلك يتم تسويته بواسطة هذه العجلة المنحدرة. دائما ما نجد أرصفة متراصة مع بعضها البعض، ولكننا لم نسأل أنفسنا كيف تم عمل هذه الأرصفة. بالطبع يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة المسؤولة عن الأمر. لربما رأيت بعض الرسومات يوما على الأرض وتساءلت كيف تم عملها. يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم طباعة الرسومات على الإسفلت أو الزفتة الموجودة في الطرق. هنا هذه الرافعات تساعد كثيرا عمال البناء، خصوصا البيوت الخشبية على الرفع. بداية يتم خلط الإسمنت، وبعد ذلك يقوم هذا الشخص بحفر حفرة بهذه الأداة التي من خلالها يقوم بإخراج التربة، وبعد ذلك يقوم بوضع مادة مثبتة أو نجارة خشب، وذلك حتى يقوم بوضع عمود خشبي، وبعد ذلك ينزل الإسمنت فيه حتى يتم تثبيته بشكل أقوى ويصبح متصلبا على الأرضية. لنتابع. ما رأيكم بهذا الابتكار الذي مع هذا الثقل يدور ويقفز ليقوم بعملية تدبيك للأرضية؟ عملية تبليط الشوارع عملية معقدة نسبيا، ولكن مع بعض الأدوات والمساعدة من هذه الأجهزة يتم الأمر بسهولة ويسر. فلنتابع معا كيف تقوم هذه الآلة بحمل الحجارة ورصها بشكل رائع على الأرض.
هذه الأخشاب مليئة بالمسامير وإزالتها أمر صعب، لكن مع هذا الابتكار تابعوا كيف يتم إخراج كل المسامير من على أسطح المنازل. لتصفية الأرض وجعلها مستوية تماماً، ما رأيكم بهذا الابتكار الرائع الذي يجر هذه القطاع أو يجر هذه التربة حتى يقوم بتسوية الأرضية؟ هنا بداية يقوم العمال بتمديد هذا اللوح أو هذا القماش على هذا الحائط الخشبي، ويتم دقه جيداً ويعلق باستخدام المسامير، وبعد ذلك يتم وضع بعض الشباك والتي يتم إلصاقها جيداً داخل هذه الأعمدة، ثم تطلى بالإسمنت أو يتم وضع طبقة من الإسمنت، وبعد ذلك تتحول نسبيا إلى حائط يمكن تعليق أي شيء عليها كالحجارة التي سيضعونها بأشكال مختلفة وجميلة. لنتابع معا كيف سيتم الأمر وكيف يقومون بالعمل. لنتابع هذا الابتكار الرائع الذي يقوم بتلميع الجرانيت، إنه مميز حقا. هنا بعد عملية خلط الإسمنت تقوم هذه الآلة أو هذا الابتكار بإنزال الإسمنت أو الرمال بطريقة متدرجة وتوزيعها بهذا الشكل عبر هذه الفتحة الصغيرة. لنتابع بما هي مفيدة. ما رأيكم بخلاطة الإسمنت الرائعة والمميزة هذه؟ تابعوا كيف تؤدي عملها. هنا هذا الطوب الرائع للبناء، يمكنكم أن تتابعوا كيف به ثقوب خاصة حتى يتم إدخال أسياخ حديدية بداخله، وذلك لمزيد من التثبيت. لنتابع كيف تتم عملية البناء. لنتابع مجموعة العمال هؤلاء وهم يقومون بتركيب سقفية هذا البيت. لنتابع كيف سيتم الأمر بهذه الأدوات المميزة التي يملكونها. لنتابع